طيب الدكتور معاك في اخر محاضره اتكلم على حاجه اسمها بيم ديفليكشن. ايه هي البيم ديفليكشن؟ والله احنا في الاسبوع اللي فاتت دي الاسبوعين او الثلاثه الاخرانيين دول كنا مركزين على البندنج مومنت دياجرام، وكنا بعد كده خدنا ازاي ان احنا نحسب النورمال ستريس ديو تو بندنج مومنت دياجرام. فاحنا النهارده عايز احسب البيم الديفليكشن اللي هيحصل في البيمز اللي عندي نتيجه وجود فرصات عندك البيم بتاعك هيحصل له some sort of deflection. احنا عايزين النهارده نحسب الديفليكشن دي على اي نقطه في البيم ازاي. فانا النهارده عايز اجيب الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت الديفليكشن دي. هنشوف الايكويشن بتاعت الديفليكشن دي نحسبها ازاي. طيب يعني ريفيو سريع كده على اللي احنا عايزين نقوله النهارده. الشكل اللي قدام حضرتك ده، الشكل اللي قدام حضرتك ده، حضرتك كان عندك بيم، البيم ده كان متثبت عندك هنا باتنين سبورت، واحد هنجت سبورت عند بوينت دي، واحد رولر سبورت عند بوينت بي، وكان في ديفرنت لودز على البيم. فنتيجة الديفرنت لودز دي حضرتك عرفت ترسم البندنج مومنت دايجرام بالصورة اللي قدامك دي. طب اللي احنا عايزين نعمله النهارده، شايف البيم اللي قدامك، البيم ده نتيجة وجود الفورس دي، هل البيم ده هيفضل البوزيشن بتاعه، يعني هل هو هيفضل في الهوريزونتال بوزيشن بالمنظر ده؟ أكيد لأ. البيم بتاع حضرتك ده هيحصل له ديفليكشن. يعني ايه ديفليكشن؟ يعني البيم بتاع حضرتك ده هينزل ويطلع في مناطق معينه على حسب توزيع الاحمال اللي عليه، وعلى حسب وجود السبورت بتاعتك دي ونوعها عامل ازاي. اللي احنا عايزين نحسبه النهارده، عايز احسب الديفليكشن بتاعي اللي انا هسميه نيو ازاي، فانا عايز احسب دي ازاي. طيب هوصل لدي ازاي، او هوصل للايكويشن بتاعت الديفليكشن ازاي؟ بص يا سيدي، عندنا كام طريقه. الدكتور قال لك ان هم ثلاثه، الدكتور في المحاضره شرح لك اثنين، واحده اللي هي الدبل انتجريشن، والطريقه الثانيه اللي هي الاريا. الطريقه الاسهل بالنسبه لنا احنا نشتغل بيها هي الدبل انتجريشن. السؤال ليه؟ كل حاجه وليها سبب. هتلاحظ ان احنا لما جينا رسمنا البندنج مومنت دياجرامز، انا علمتك الدياجرامز دي نرسمها بطريقتين. الطريقه الاولى زي كده كمان ما خدنا المساله بتاعت الاسبوع اللي فات، ان انا بشوف الفورس عندي بكام واربط ما بين الدياجرام ده وما بين الشير فورس دياجرام، وعندنا شويه قوانين كده بنمشي عليها، وشويه بنسميها كده شويه تيبس او برشام كده بنمشي عليه، بقدر ارسم الدياجرامز ده مباشره. او الطريقه الثانيه ان احنا كنا بنعمل ايه؟ بجيب الايكويشن بتاعت الام. يعني انا الام دي ليها ايكويشن على حسب يعني الشكل، الجسم اللي قدامك ده هتقطع فيه كام مره؟ مثلا مرتين او ثلاثه، فانا قطعت مره هنا مره هنا مره هنا، فيبقى الام دي ليها كام ايكويشن؟ ثلاثه. الاولاني x1 في الحته دي، x2 في الحته دي، x3 في الحته دي، وهكذا. طب انا الايكويشن بتاعت الام دي احنا اتعلمنا ازاي نجيبها؟ هل انا بعد ما جبت الايكويشن بتاعت الام اضيع المجهود ده كله؟ لا، فانا هكمل عليه. فعشان كده الطريقه الاسهل بالنسبه لنا ان انا احسب بيها الديفليكشن هي الطريقه بتاعت الدبل انتجريشن. انا دلوقتي عايز اجيب العلاقه بين الايكويشنز اللي بتطلع لي في الام وما بين مين؟ ما بين الديفليكشن اللي انا عايز احسبه. طب ايه هي العلاقه دي؟ اوصل للايه؟ للسلايد الجميله دي، الريليشن بتوين ديفليكشن اند بيندنج مومنت. قال لحضرتك ان الريليشن بتوين ديفليكشن اند بيندنج مومنت هي الدبل انتجريشن زي ما انت شايف كده. يعني انا دلوقتي الاي اللي هي مودلس اوف الاستيستي في الاي سكند مومنت اوف انرشيا، لو ضربتها في الديريفاتيف الثاني بتاع الديفليكشن تدي لك الايكويشن بتاعت الام اكس. انا همشي المساله دي بالعكس، انا دي هعرف اجيبها في الاول، دي اللي احنا بنجيبها في الاول قبل ما ارسم البندنج مومنت دياجرام. عايز اوصل لدي دلوقتي، فاروح انا جاي اعمل لها ايه؟ هعمل لها انتجريشن مرتين. اول مره هجيب الدي في او دي نيو على دي اكس، دي الانتجريشن الاولاني. تاني مره بتعملها انتجريشن تاني هتجيب النيو جاهزه على طول. فانت اللي احنا هنعمله النهارده ان انا هعمل دبل انتجريشن للايكويشن بتاعت البندنج مومنت اللي احنا جبناها قبل كده، والنهارده ناخد اتنين اكزامبل نشوف برضو الايكويشن دي بتيجي ازاي. والنهارده لو انتوا فاكرين قبل كده احنا ما خدناش، لو انت عندك ديستريبيوتد لود على شكل تراينجل، النهارده انا جايب لك مساله واقول لك الفرق بينها وبنتعامل مع المساله دي ازاي. يبقى اللي احنا النهارده هنعمل ايه؟ همسك الايكويشن بتاعت الماس، اعمل لها دبل انتجريشن مرتين، اجيب بمنتهى البساطه الديفليكشن. هتظهر عندك مشكله بسيطه، ايه هي؟
لما انت تعمل انتجريشن كل مره بتعمل فيه انتجريشن بيظهر لك ايه في الانتجريشن كونستانت. لو انت دلوقتي عايز تعمل انتجريشن للايكويشن دي مثلا 2 اكس، الانتجريشن بتاعها هيطلع بكام؟ اكس سكوير بلس سي، لان في كونستانت ممكن يكون موجود. لما انا عملت ديريفاتيف للايكويشن دي الكونستانت ده حصل له ايه؟ طار. فده معناه ان انا لما اعمل انتجريشن مرتين هيكون عندك سي 1 في اكس بلس سي 2. المهم هيطلع عندك 2 كونستانت، هنشوف ليه هنا طلعت سي 1 في اكس. عندك 2 كونستانت، الكونستانت دي عشان تتحل انت محتاج ايه؟ محتاج باوندري كونديشن تشتغل عليه. طب ايه الباوندري كونديشن اللي انا اشتغل عليهم؟ النقط اللي عند السبورت. بص معايا للشكل اللي قبليه ده، بص معايا، شايف النقطه دي نقطه بي؟ والله يا فندم نقطه بي دي نقطه تحتها سبورت. مهما يكون الضغط هنا والضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الجزء ده نزل لتحت والجزء ده نزل لتحت، انما النقطه دي دايما مالها؟ واقفه في مكانها، لانها ما تقدرش تنزل لتحت، انت رابطها في الارض او تحت منها مين؟ السبورت بتاعك. فانت دايما هتلاقي ان انت عند السبورت بتاعتك، بص معايا، الديفليكشن ايكوال كام؟ زيرو. فهتلاقي ان الديفليكشن عند بوينت بي ايكوال زيرو، الديفليكشن عند بوينت دي ايكوال زيرو. طب هل بس الديفليكشن بيكوال زيرو؟ على حسب بقى السبورت. لو السبورت بتاعك رولر سبورت او بين سبورت او اللي احنا بنسميه هنج سبورت، يبقى بس الديفليكشن بس اللي هو ايكوال زيرو. اما لو السبورت بتاعك فيكسد سبورت بالمنظر ده، فهتلاقي ان الديفليكشن بزيرو وزاويه الميل اللي احنا بنسميها سيتا بزيرو. سيتا دي هي الدي نيو على دي اكس. يعني انت دلوقتي ركز معايا في الكلمه دي، انا لما يكون عندي قوانين، عندي الرولز، عندي الايكويشن بتاعت الام، اول انتجريشن انت في الحقيقه بتجيب مين؟ بتجيب دي السيتا. تاني انتجريشن انت بتجيب مين؟ بتجيب الديفليكشن. مين هي السيتا؟ السيتا هي زاويه الميل بتاعتك. بص معايا هنا، العلاقه بين الحيطه وبين البيم اللي نزل لف ده، اللي هو زي منط البيسين، هتلاقي اول حته دايما لازم تبقى ايه؟ اول حته دايما مالها؟ هوريزونتال، ما ينفعش تلف. اما بالنسبه للرولر سبورت والبين سبورت، بص معايا ايه اللي حصل؟ دي لفت ودي لفت، هي ما نزلتش وطلعت، هي حصل لها انكلاين انجل. فالسيتا هنا مش بزيرو والسيتا هنا مش بزيرو، ده السبورت بيسمح بكده. اما الفيكسد سبورت فهو لا يسمح بالدوران حواليه، فهتلاقي ان عنده ان السيتا بزيرو. السيتا دي اللي هي مين؟ اللي هي الفيرست ديريفاتيف بتاع مين؟ بتاع نيو، اللي هي مين؟ من سيتا دي اللي هي زاويه الميلان بتاعتي اللي انت بتجيبها باول انتجريشن من الام. طيب حد سأل سؤال تقريبا؟ مين بيسأل سؤال؟ لا لسه داخل، دي احنا مش هعيد ربع ساعة، السكشن نفسه بقى كله أصلا ساعة. يعني إيه بعد كده؟ نلتزم بمواعيد السكشن، هنزل لك كده كده الحاجة دي على يوتيوب، وإحنا ماشيين هنقول الكلام مرة واثنين وثلاثة. وباشمهندس نقولها بسرعة كده، إحنا النهاردة عايزين نحسب ديفليكشن. ديفليكشن ده أجيبه منين؟ العلاقه بين الديفليكشن وبين الانتجريشن بتاعنا. هنقول ايه؟ هنقول الدنيا بسرعه كده، احنا قبل كده جبنا القوانين بتاعه المومنت. المومنت دي قدرت اوصل لها، قدرت ان انا احسب الايكويشن بتاعها على حسب اقطع مره ولا اثنين ولا ثلاثه. العلاقه بين الديفليكشن، ديفليكشن انت عايز تجيب الشكل اللي قدامك ده، شايف الجسم بتاعك تحت اللود، هل الجسم بتاعي يفضل شكل هوريزونتال كده ولا هينزل ويطلع؟ لا، الاقي ان الجسم بتاعي بص منظره بعمل ازاي، نزل هنا وطلع ونزل وطلع تاني. شايف الشكل ده؟ انت هنا نزلت مسافه وهنا نزلت مسافه وهنا نزلت مسافه وهنا نزلت مسافه. طب كل المسافه انا عايز احسب المسافات دي كلها، فانا عايز اجيب ايكويشن للديفليكشن. الديفليكشن ده اللي هي المسافه اللي البار بتاعك هيتحركها سواء فوق او سواء تحت على حسب اللودز بتاعتك. طب لقيت ايه العلاقه بينها وبين المومنت؟ لقيت ان الديفليكشن بتاعك السكند ديريفاتيف بتاع الديفليكشن لو انت ضربته في الاي في الاي هي دي المومنت ايكويشن. احنا نمشي المساله دي بالعكس، يعني انا المومنت ايكويشن دي اوصل لها الاول وبعدين اعمل لها انتجريشن مره، فهقدر اجيب مين لما تعمل لها انتجريشن مره؟ هجيب زاويه الميلان بتاعتك. والله الحقيقه مش دي اللي انا عايزها، انا عايز الديفليكشن طلعت ونزلت قد ايه، هعمل لها انتجريشن تاني عشان تقدر توصل لمين؟ تقدر توصل للنيو بتاعتك دي بكام. لما انت تعمل انتجريشن مرتين
هتلاقي ان انت هيظهر عندك كام كونستانت؟ اتنين. فانت محتاج باوندري كونديشن عشان تحل الكونستانت دي. فالباوندري كونديشن هتيجي منين؟ عند السبورت. اي سبورت ايا كان نوعه، التلاته الايه الديفليكشن عندهم بزيرو، بس الفيكس سبورت يزيد عنهم كمان ان زاويه الميلان، ميلان اللي هي الانتجريشن الديريفاتيف الاولاني بتاع نيو بكام؟ برضو بزيرو. ها مين بيسال سؤال؟ الكلام ده ينطبق على الريجيد بيم برضو اكيد. يعني ايه ينطبق على الريجيد بيم؟ مش الريجيد، اصل الدكتور في المحاضره مش فاكر، كنا في الجامعه يعني، كانت محاضره في الجامعه، قال الريجيد بيم بيتحرك كله حته واحده. والله اي بيم عند حضرتك ايا كان، بص احنا بنفترض ان ده هيتحرك ريجيد بيم، انما احنا لو هنتكلم على الحقيقه اي بيم هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديفليكشن بالمنظر اللي قدامك ده حسب اللودز اللي فيه. انت ممكن تفترض ان هو ريجيد كاسهل ليك في الحسابات، انما في الحقيقه لا، في بيحصل عليه الحقيقه ديفليكشن. اه طبعا في الحقيقه بيحصل له ديفليكشن حسب اللود. يعني انت تخيل كده النقطه دي حطيت فيها 100 كيلو، راحت فين؟ النقطه اللي هنا دي والوزن هنا 100 كيلو، النقطه اللي جنبها دي فاضيه والنقطه اللي جنبها دي فاضيه. عايز تقنعني ان البيم كله هينزل عشان ال 100 كيلو اللي هنا دي نفس المسافه؟ اكيد لا. طب اللود لو مش كبير كفايه ان هو يعمل ديفليكشن؟ اي لود يا فندم؟ ان شاء الله 1 جرام هيعمل عندك ديفليكشن. السؤال هل قيمه الديفليكشن دي تفرق معاك ولا لا؟ تمام. يعني انت الابسط حاجه الخرسانه بتاعت بيتكم دي بيحصل لها ديفليكشن طول ما انت ماشي. يعني دي خرسانه ما شاء الله شايله لود. بس السؤال هل ترجع تاني. الديفليكشن ده ياثر على سيفتي المبنى ولا لا؟ ياثر عليك اصلا في حياتك تحس بيه ولا لا؟ لو قلت لك الديفليكشن بتاعك ده هي 0.01 ملم، انت حسيت بحاجه وانت ماشي؟ لا. بس لا ده بقى لا يمنع ان هو موجود. تمام، بس هو مش هو ممكن يرجع تاني يعني البيم بعد ما اه ما يحصل له احنا ديفليكشن؟ طول ما انت في الالاستيك زون، اه تمام. ما دام ما عدناش البلاستيك زون البيم بتاعك ممكن يرجع تاني. بس هو السؤال ممكن البيم كفانكشن انا يعني ايه لازم احسب له الديفليكشن؟ الديفليكشن بتاعه لو عدى حد معين مش هيقوم بالفانكشن زي ما انا عايز. ايه تخيل كده منط بيسين، حلو منط بيسين ده احنا صنعناه من ماده طريه جدا، والله كل ما شخص يجي يقف عليه هتلاقي المنط ده نزل بالدرجه دي لحد الشخص ده وقع. يعني انت لو نزلت يعني الشخص ده لما يقع المنط ده هيرجع البوزيشن بتاعته تاني. انت هو ما عدتش ايه؟ ما عدتش الالاستيك زون، صح؟ بيرجع مكانه تمام. تاني، بس الفانكشن بتاعته مالها؟ خربت. كل ما شخص يجي يقرب من الحافه الانكلاين انجل بتاعته والديفليكشن اللي بتحصل فيه بيخلي الشخص ده يقع في الميه. تمام. طيب تعالى نشوف بقى نحسب الكلام ده ازاي. فنبدا كده مع بعض كده ايه النهارده يا جماعه، ناخد المساله الاولى. فالمساله الاولى 12.15 قال لحضرتك ان البيم اللي عندك ده، والمره دي اهو انا قصدت اجيب لحضرتك ديستريبيوتد لود على شكل تريانجل، لان احنا ما كناش خدناها في الشير فورس دايجرام والبيدج مومنت دايجرام لما رسمناهم. فاحنا اهو النهارده عشان اقدر اوصل للديفليكشن لازم اول خطوه اعمل ايه؟ اجيب الايكويشن بتاعت البندنج. فاحنا اهو بنراجع الدرس اللي فات كمان باسلوب ايه؟ بمساله جديده بفكره جديده. فقال لحضرتك ان البيم اللي عندك ده ايه السبجكتيف تو ذا لينيارتي فارينج ديستريبيوتد لود، الشكل اللي قدامك ده ديترماين ذا ماكسيمم، خلي بالك من كلمه ماكسيمم، ديفليكشن اوف ذا بيم. ويقول لحضرتك ان الاي اي بتاعتك كونستانت. احنا قلنا خطوات البيم لازم اعمل ايه؟ اجيب الايكويشن بتاعت مين؟ ايكويشن مين يا جماعه؟ ايكويشن المومنت. طب انت عشان تجيب ايكويشن المومنت كنا بنعمل ايه اول حاجه؟ فلازم اجيب الرياكشن بتاعت السبورت دي بكام؟ فاول خطوه عندك خالص في المساله ان احنا بنجيب ايه؟ خطوه رقم واحد بنجيب الرياكشنات بتاعتنا. فانا اروح انا جاي راسم، ادي المساله بتاعتي ايه اللي هي جيفن، اروح انا جاي راسم الفري بادي دايجرام بتاع المساله. عند بوينت بي هنا عندك كام رياكشن؟ واحد لفوق اهو سميته بي واي. عند بوينت اي ده كان هيدج سبورت، عند اثنين رياكشن اي اكس واي واي. والله شايف الديستريبيوتد لود اللي فوق ده، احول من الديستريبيوتد لكونسنتريتد. كنا بنحوله ازاي؟ الاريا. مين الشكل اللي قدامك ده؟ ده شكل تراينجل، الاريا بتاعتك هاف البيز في الهايت. فهتلاقي ان الهايت بتاعك هو دبليو بتاعتك والبيز بتاعتك هي ال ال، فهتلاقي ان انت ايه دبليو في ال على 2. طب مكان الفورس دي فين؟ كانت تلتين المسافه من الضلع الكبير، فهتلاقي ان المسافه دي ال على 3 والمسافه الثانيه 2 ال على 3. مساله كده جاهزه دلوقتي ان احنا نجيب الرياكشن؟ ايوه جاهزه.
اول حاجه هاخد مين سميشن اف اكس ايكوال 0. افترض ان الاتجاه اليمين بتاعها هي البوست، كده كده مش فارقه، مفيش الا الغلبانه دي اللي موجوده، تطلع الاكس بتاعتك بزيرو. شكرا. بعد كده هعمل ايه؟ هاخد سميشن اوف مومنت عند بوينت اي ايكوال 0. عندك كام فورس هنا؟ 2. هاخد مين الاتجاه البوست بتاعنا؟ خدت الكلوك وايز. اول حاجه يبقى انا عندي دي، شايف الفورس دي في المسافه دي، يبقى انا الفورس دي بكام؟ دبليو ال على 2 اهي. في المسافه بتاعتها بكام؟ 2 ال على 3 اهي. دي كام؟ الفورس دي بتلف ازاي؟ بتلف كلوك وايز، يبقى الاتجاه بتاعها كام؟ تاخد ساين بوزيتيف. وراها في مين؟ في البي واي، البي واي بتلف ايه؟ بتلف انتي كلوك وايز، تاخد نيجاتيف. المسافه بين هنا وهنا اللي هي بكام؟ بالال كلها اهي. يبقى نيجاتيف بي واي في ال ايكوال 0، طير لي ال يمين مع ال شمال. فاروح انا طبعا هنا هتقسم الزيرو على اي حاجه يطلع بزيرو، طيرت ال ال دي مع ال ال دي، وبعدين طيرت الاثنين دي مع الاثنين اللي تحت، فطلعت البي واي بتاعتك هي دبليو في ال على 3. جبت البي واي، ايوه عرفت تجيب لي الاي واي دلوقتي. اعرف سميشن اف اوف واي ايكوال 0، الاتجاه اللي فوق هو البوستر. عندك اي واي لفوق بلس بي واي لفوق ماينس دبليو ال على 2 ايكوال 0. تطلع الاي واي بتاعتك ايكوال نيجاتيف بي واي بلس دبليو ال على 2 ايكوال كام؟ دبليو ال على 6. جبت رياكشناتك كلها، ايوه. ارسم لي الفري بادي دايجرام بتاعك تاني كده وفرجني على المساله. فانا رحت انا جاي راسم، ادي المساله بتاعتي ايه؟ عندك دلوقتي الاي واي دي موجوده، البي واي دي موجوده. طب في المساله اللي عندك دي، هل طول ما انت ماشي من بوينت اي لحد بوينت بي ظهر لك اي فورسز في النص مختلفه، ولا كان عندك فورس واحده بس ديستريبيوتد؟ كان عندي واحده بس ديستريبيوتد، ده معناه ان انت تحتاج كم قطعه؟ قطعه واحده بس. طب القطعه دي هفترض ان انا هقطع هنا، حلو. تعال اما نشوف اما نقطع هنا هتظهر لك مشكله ايه هي. بص معايا يا سيدي، انا قطعت في الريجن دي، فانا لما جيت قطعت هنا اول مشكله قابلتني ايه هي؟ القيمه اللي هنا دي، يعني احنا قبل كده، ركز معايا في اللي هقوله ده كويس جدا، قبل كده لما يكون عندي، كان عندي ديستريبيوتد لود على شكل ريكتانجل بالمنظر ده، وكنت انت بتيجي تقطع في نصه، والله انا كنت بقول لك ان قيمه الواحده من دول مثلا 10، انا لما قطعت في نصه قيمه الباقي دول كمان لسه كام؟ لسه 10. يعني اي قيمه الواحده من دول دي 10، الواحده من دول كانت 10، الواحده من الناحيه دي 10، وهكذا. انما التراينجل فيه مشكله ايه هي؟ انا دلوقتي قلت لك لما انت هنا، بص معايا، انا كنت واقف هنا، لما مشيت مسافه الهايت بتاعك بقى كام؟ دبليو. طب انت دلوقتي قطعت عند مسافه من اول هنا لحد هنا هسميها اكس. اول مشكله هتقابلك، هات لي الهايت اللي هنا ده بكام. يبقى دي اول مشكله هتظهر لك لو انت عندك ديستريبيوتد لود على شكل تراينجل، الهايت بتاعك مش هيكون جيفن ومش هتعرفه. عشان تجيبه تعمل ايه؟ لازم تعمل سيميلاريتي بتوين تو تراينجلز. يبقى انا دلوقتي بص معايا، انا قطعت هنا، تعالى تاني هنقول تاني الجزء ده عشان الجزء ده مهم جدا يا جماعه. انا دلوقتي قطعت هنا كده، بص معايا، قطعت دي كده ورميت النص اليمين. طب انا لما قطعت دي ورميت النص اليمين، بص معايا، اللودز اللي فوق هو برده لسه شكل ايه؟ شكل تراينجل. طب انا عشان اتعامل معاه لازم الحته دي تكون عندي بكام؟ طب انا هجيبها منين دي؟ والله انا لما مشيت ال كانت طولها دبليو، طب لما مشيت اكس، المسافه بين هنا لهنا احنا بنسميها اكس، القطع عند اكس، يا ترى الارتفاع ده كام؟ فهعمل ايه؟ هعمل سيميلاريتي بتوين تو تراينجلز. بص معايا، لما مشيت ال كانت مين؟ دبليو. طب لما مشيت اكس هسمي الهايت الجديد ده واي، احسب لي واي بكام. هقطع ليه؟ نعم، ليه هقطع اصلا؟ ليه هتقطع؟ عشان عايز اجيب الايكويشن بتاعه الام بكام. فاكر لما حسبنا، لما جينا نحسب الانترنال لودز، انا كنت بعمل ايه؟ لما جينا نرسم البندنج مومنت دياجرام قلنا عندنا طريقتين لحساب البندنج مومنت دياجرام. الطريقه الاولى ان واحد يخش عارف الشكل يطلع عامل ازاي، وبمساعده شير فورس دياجرام يرسمه. الطريقه الثانيه ان واحد يجيب له الايكويشن. انا عايز اجيب الايكويشن بتاعه البندنج مومنت دياجرام، فانا عايز اقطع احط الاحمال على الجزء الشمال، وتحط لي هنا ادي الفي وادي الام بتاعتي، وتقول لي ان المسافه من اول هنا لحد هنا دي الاكس، وادي اللود بتاعك اللي فوق اهو زي ما هو،
وادي عندك هنا الفورس بتاعت الرياكشن اللي هي الاي واي، تعرف تجيب لي الام دي بكام؟ تطلع الام دي فانكشن في اكس، ده اللي انا عايز اوصله. فعشان احسب دي شايف الفورس اللي فوق، تظهر عندي اول مشكله الفورس اللي هنا دي الحته دي بكام، فانا لازم اعمل سيميلاريتي بتوين تو ترينجلز. فلا لو انا اكس الارتفاع بتاعي واي، لو ال الارتفاع بتاعي دبليو، تعرف تجيب لي الواي؟ اه، فهقول ان اكس على ال ايكوال الواي على دبليو، فتطلع الواي بتاعتك ايكوال دبليو اكس على ال. ماشي، تعال عوض لي بدي، يبقى ده الارتفاع بتاعك اللي فوق. بص معايا، ده الارتفاع بتاعك اهو دبليو في اكس على ال. انا دلوقتي بعد القطع عندك ادي الفي بتاعتك لتحت، وادي الام، وعندك مين هنا؟ ادي الاي واي بتاعتك اللي هي سرعه 6 ال على 6، 6 دبليو ال على 6 اهي، دي اللي احنا جبناها منين؟ السلايد اللي قبلها بتاعت الرياكشن. طب انا دلوقتي عشان اتعامل مع المساله دي، انا دلوقتي خلاص اول حته صعبه عرفت اعديها. طب انا ايه لحد دلوقتي اللودز اللي عندك ده شكله ايه؟ شكله ديستريبيوتد، مش عارف اتعامل معاه، لازم اجيب له ايه؟ اجيب الكونسنتريتد بتاعه. فلازم احول اللود اللي قدامك ده، اللود دلوقتي ده بقى جاهز للتحويل. انا كان عندي مشكله، ايه هي؟ الحته دي اللي احنا بنشاور عليها دي مش عندي، عرفت اجيبها خلاص. فانا دلوقتي اللود بتاعي جاهز ان انا اتعامل معاه. تعرف دلوقتي اتعامل معاه؟ اه، حول لي اللود اللي عندك ده اللي هي قيمه اعلى نقطه فيه دبليو اكس على ال، حوله لي من ديستريبيوتد الى كونسنتريتد. كنا بنحوله ازاي يا جماعه؟ باستخدام مين؟ الاريا. طب انا دلوقتي الاريا هاف البيس في الهايت، دلوقتي البيس بتاعتك اسمها ايه؟ اكس. يبقى هاف الاكس، اكس على 2 في الهايت بتاعك، دبليو اكس على ال. ده مين دي؟ دي كده على بعض قيمه الفورس الديستريبيوتد لما حولتها الى كونسنتريت. طب مكانها هيكون موجود فين؟ لو المكان ده كله اكس، يبقى انت تلت المسافه من الضلع الكبير، يبقى انت المسافه دي من اول هنا لحد هنا، بص معايا بكام؟ اكس على كام؟ اكس على 3. خلاص وصلت للمرحله دي، تعالى هات لي، عايزين نحسب الام دي بكام؟ فاحسب لي الام حوالين النقطه دي، اقول النقطه دي مثلا اسمها او، فسميشن اوف مومنت حوالين او ايكوال 0، اخد الاتجاه البوزيتيف بتاعي كلوك وايز. عندك كام فورس؟ 2، مفيش غيره. الفورس الاولى هي دي. طب الفورس دي بتلف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا، دي بتلف كلوك وايز حوالين الاو، حوالين النقطه دي. بتلف بمومنت كام؟ ايكوال الفورس في الديستانس. الديستانس بتاعتك هي المسافه دي كلها اللي هي الاكس، يبقى انت المومنت بتاع الفورس دي هي دبليو ال على 6 في الاكس. جميل قوي. تعالى للفورس الثانيه، مين هي؟ هي الفورس اللي انت كان عندك ديستريبيوتد دوت حولتها لكونسنتريتد. الفورس دي قيمتها كام دلوقتي؟ قيمتها دبليو في اكس سكوير على 2 ال، صح؟ طب انا الفورس دي عامله مومنت شكله عامل ازاي حوالين او؟ اول حاجه المومنت بتاعها الفورس دي بصل تحت بتلف كده، يبقى المومنت بتاعها بالاي بالنيجاتيف. المومنت بتاعها ايكوال الفورس اهي دبليو اكس سكوير على 2 ال في المسافه اللي بينها وبين النقطه اللي تلف حواليها. المسافه دي احنا سميناها ايه؟ اكس على 3. تبقى في اكس على 3 ماينس الام بتاعتك، الام بتاعتك اخر مومنت عندك هنا ده دي بالنيجاتيف ايكوال 0. هات لي الام دي الناحيه الثانيه، من هنا اقدر اقول ان الام بتاعتي ايكوال دبليو اكس سكوير، واكس هنا دبليو اكس 3 على 6 ال زائد دبليو ال على 6 في اكس. جبت الايكويشن دي؟ جميل قوي، عرفت اوصل الايكويشن دي. ها، حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس. باشمهندسين اكدوا اكدوا معايا، بس انتوا فاهمين الجزء ده. خلي بالك، ليه قطعنا قطعه واحده؟ ليه قطعنا قطعه واحده؟ احنا كنا بنحدد قطع على اساس ايه؟ لو ظهر لك ديستربنس جديد، انما اللود بتاعك بدا من اول البار لحد اخره. عارف لو اللود بتاعك ده كان مثلا الشكل كده وقف هنا، وبعدين كان عندك فورس ثانيه هنا، كنت ساعتها لازم اقطع ايه؟ قطعتين. انما شكل قدامك ده اللود بتاعك فضل مكمل من اول البار لاخره، فانا ما ظهرليش لود جديده اضطر ان انا اقطع لها قطعات ثانيه. طب هو انا كان ممكن اخليه كونسنتريتد في الاول ولا ايه؟ عشان بس انت، احنا في الاول خالص خليناه كونسنتريتد اهو عشان احسب مين؟ الرياكشن. حلو، تمام. انت دلوقتي لما جيت قطعت،
هل انت خدت اللود ده كله ولا خدت الجزء ده بس والباقي رميته؟ خدت الجزء ده بس، فلازم ارجع اظبط الايكويشن بتاعتي. بقت القيمه دي دلوقتي غلط، يعني القيمه دي تمثل اللود كله. انا لما قطعت خدت اللود كله ولا جزء منه؟ جزء منه. فما اقدرش احط القيمه دي دبليو ال على 2 مباشره، تطلع غلط. تمام. فساعتها لازم اعمل ايه؟ احسب القيمه الجديده الحته دي بكام احنا بنتكلم فيها، اللي هي فاهم لو انا لك بلون تاني ايه، شايف الحته دي عند القاطع الجزء ده، لازم احسب الجزء ده بكام. ومنها المثلث بقى اللي فاضل لك ده، تحسب له بقى الديستريبيو الكونسنتريتد بتاعه وتشوف مكانه الجديد فين، زي ما احنا عملنا كده في الجزء ده. تمام يا باشمهندس كده. طيب وصلنا للاكس، وصلنا له. تعال نكمل بقى، انا عايز اوصل للديفليكشن بتاعتي. القانون بيقول لي ان الاي في الاي في السكند ديريفاتيف بتاع الديفليكشن، انا عايز اوصل لدي الكتكوته دي ايكوال الام اكس. بص معايا، ادي الايكويشن بتاعه الام اكس، يبقى انا الاي في الاي السكند ديريفاتيف بتاع في ايكوال نيجاتيف دبليو اكس 3 على 6 ال زائد مين؟ الايكويشن بتاعه الاكس اهي، انا عوضت بيها هنا. حلو، انا عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل لدي. اروح انا عامل ايه؟ عايز اعمل انتجريشن مرتين. تعالى اول انتجريشن، يبقى الاي في الاي دي انا اشطب على دي ايكوال دي نيو على دي اكس ايكوال ايه. تعالى اعمل انتجريشن للايكويشن اللي عندك دي. هعمل انتجريشن. الانتجريشن بنعمله ازاي؟ ما شاء الله عليكم خبره ماس. بروح انا جاي مزود الانتجريشن، بما ان هنا غالبا مش هتلاقي فيه لا ساين ولا كوساين، بنزود واحد على الباور بتاعه الاكس واقسم على الباور الجديد. فاول جزء نيجاتيف دبليو على 6 ال اكس كيوب تبقى ايكوال نيجاتيف دبليو اكس باور 4، زودت واحد على الباور بتاعي وقسمت على الباور الجديد 4، 4 في 6 24 على 24 ال زائد دبليو في ال. هنا دي كانت ايه؟ اكس. عم تعمل لها انتجريشن تبقى اكس سكوير على 2، في 2 هنا، 2 في 6 بكام؟ ب 12، زائد اول كونستانت عندك اللي هو السي 1. شايف دي كده؟ دي كده انا ممكن اكتب دي ايكوال، بص معايا، ايكوال اي في الاي. احنا قلنا اول ديريفاتيف ده يا جماعه اللي هو اسمه ايه؟ اول ديريفاتيف ده احنا ده اللي هو مين؟ ده اللي هي السيتا بتاعتنا. فممكن تكتب دي كده مفيش مشكله، كلام صح مليون في الميه برضه. بس انا مش عايز السيتا دي اصلا. بس انا ايه بقى، انا بعرفك معلومه كده، لا افرض احتاجنا لها مثلا في باوندري كونديشن او حاجه. انا بدور على مين؟ انا لسه بدور على النيو دي، فهضطر اعمل انتجريشن كمان مره. نعمل انتجريشن كمان مره، تبقى الاي في الاي في الفي اكس باور 4 تبقى اكس باور 5، تقسم اللي تحت ده كمان على 5، تبقى 24 في 5 بكام؟ طلعت ب 120، زائد دبليو ال على في اكس باور 3، دي كانت اكس سكوير بقت اكس باور 3، واقسم تحت على 3، 3 في 12 بكام؟ 36، زائد شايف السي 1 اللي هنا دي؟ السي 1 لما عملت لها انتجريشن بقت ايه؟ سي 1 اكس. والانتجريشن الجديد ده ظهر له كونستانت تاني اللي هو مين؟ السي 2. انت كده خلاص عرفت توصل لدي بكام؟ هقسم الايكويشن دي كلها على مين؟ على ايه في الاي؟ هجي هودي دول الناحيه الثانيه. المشكله في حاجه، السي 1 دي انا ما اعرفهاش ولا السي 2 ده انا اعرفها. يبقى انت كده عندك في الايكويشن نتيجه الانتجريشن ظهر عندك كام؟ انون 2، سي 1 وسي 2. تعال نشوف هنجيب الانونز دي ازاي. فاروح انا جاي معوض بالباوندري كونديشن. ايه هم الباوندري كونديشن؟ والله شايف المساله اللي عند سيادتك اهي، ادي المساله اللي عندك، تعال نشيل الكلام ده. المساله اللي عندك احنا قلنا دايما عند السبورتس كلها بلا استثناء الديفليكشن عند السبورت بيكون بكام؟ بزيرو. ده معناه ان عند بوينت A الديفليكشن بزيرو، وعند بوينت B الديفليكشن بزيرو. طب بوينت A الاحداثيات بتاعتها الاكس بتاعتها اللي هي كانت بكام؟ زيرو. انا بحسب الاكس من اول هنا. طب بوينت بي هعوض الاكس بتاعتها عشان اقدر اقول بوينت بي الاكس بتاعتها ايكوال كام؟ ال. فانا دلوقتي بص معايا الباوندري كونديشن عند بوينت A اكس اللي هي ايكوال زيرو، ايه اللي حصل؟ ديفليكشن بزيرو. بوينت بي عند اكس ايكوال ال الديفليكشن بكام يا جماعه؟ بزيرو. حلو قوي. تعال نعوض فين؟ هعوض في الايه؟ كونديشن الاولى. اروح انا جاي في الايكويشن دي، ادي الايكويشن الاخيره، عوض الايكويشن الاخيره دي بزيرو، وعوض لي كل اكس بزيرو. لما تعوض دي بزيرو اللي يحصل؟ دي هتطير. اكس بزيرو، اكس بزيرو، اكس بزيرو طارت، تطلع السي 2 في الاخر ايكوال كام؟ زيرو. فاول باوندري كونديشن جاب لك ان السي 2 بتاعتك ايكوال كام؟ زيرو.
طب الباوندري كونديشن الثانيه ازاي كده؟ نعم جبنا الباوندري كونديشن ازاي تاني؟ تاني الباوندري كونديشن احنا قلنا بص معايا كده، ارجع معايا كده فاكر الجزء ده الحته دي ايه دي؟ قلنا حضرتك لما تيجي تجيب الانتجريشن كونستانت ما تنساش ان الجسم بتاعك هو يقدر ينزل ويطلع ما لم يكن فيه تحتيه سبورت. يعني بص معايا للرسمه اللي اترسمت هنا دي، ايه اللي حصل هنا؟ نتيجه وجود اللودز الحته دي ممكن تنزل وتطلع انما شايف الجزء ده عند بوينت بي، الجزء ده لو حاول ينزل هيقدر ينزل؟ لا لا مش هيقدر، لا لان تحتيه في مين؟ احنا فاهم بنقول الرولر سبورت كانها زلطه، تحتيه في زلطه، الزلطه دي غير قابله ان يحصل لها ديفورميشن، فبوينت بي ما تنفعش تنزل وتطلع، وبوينت دي كذلك ما تنفعش تنزل وتطلع، اللي بينهم بيتحرك واللي بعدهم بيتحرك، فيبقى عند كل اي سبورت ايا كان نوعه ديفليكشن بزيرو بزيرو بزيرو، والفيكسد سبورت كمان يزيد عنهم ان الانجل بتاعته شايف الزاويه دي ما بتتغيرش. يعني بص هنا في الرولر والبين الزاويه اتغيرت، الجسم بتاعك مال والجسم بتاعي هنا مايل، اما هنا الجسم بتاعك مهما يكون شكل اللود الحته دي مالها في هوريزونتال دايما، فتلاقي ان هنا كمان عندك شرط تاني تقدر تستخدمه ان مين؟ ان السيتا بتاعتك ايكوال زيرو. تمام؟ طيب نرجع للمساله بتاعتي. طيب عند بوينت بي الشرط التاني اللي هي عند اكس ايكوال ال النيو بتاعتي ايكوال زيرو، اروح انا جاي معوض ايه؟ شايف الايكويشن دي؟ عوض لي خلاص دي بقت بزيرو شيلها، عوض في الايكويشن دي اكس ايكوال ال وعوض لي دي بزيرو، فالترم الشمال كده بقى زيرو، الترم اليمين نيجاتيف دبليو ال باور 5 على ال هتطير تبقى ال باور كام؟ 4 بلس دبليو ال في ال باور 3 تبقى ال باور 4 على 36 بلس سي 1 ال، الكلام ده ايكوال زيرو اهي. تعالى بص معايا، يبقى انت عندك ايه؟ زيرو ايكوال نيجاتيف دبليو ال باور، المفروض دي ال دي باور كام؟ ثانية كده يا جماعة. انا لما جيت اعوض عوضت في الايكويشن اللي فوقيها. بص تعالى نظبط كده حاجة، دي المفروض على دبليو 120 هتلاقي دي ال باور 4 ماينس دبليو ال في ال باور 4، فهتلاقي دي برضو اللي عندك دي مش ال باور 3 دي ال باور 4 زي ما هي بلس سي 1 في ال ال. لا صح صح انا شطبت ال يمين وشمال صح صح، لا كلام مظبوط كلام مظبوط، معلش تعالى نمسح دي ونمسح دي. بص يا سيدي جيت عوضت هنا كلام مظبوط، انا ما شفتش بس ان انا عملت بالال دي، ايه اللي حصل هنا؟ عوضنا هنا في الايكويشن بالايه؟ بالال، فدي كده كانت ال باور 5 على ال اللي تحت بقت ال باور كام؟ 4، وهنا ال في ال باور 3 بقت كلهم على بعض ال باور كام؟ 4 زائد سي 1 في ال، رحت انا جاي في الايكويشن هنا قسمت يمين وشمال على ال، فالسي 1 ال اللي جنبها طارت ودي طارت بقت 3 ودي طارت بقت 3، فبقت الايكويشن كلها في مين؟ في دبليو ال باور 3 على حسب بقى الكونز بتاعتك، خد دبليو ال باور 3 دي فاكتور كومن، خد دي فاكتور كومن كده بعيد وادي لي السي 1 دي الناحيه الثانيه، وتطلع ان السي 1 بتاعتك ايكوال كام؟ ايكوال 7 على 360 دبليو ال باور 3. كده خلاص جبت الباوندريز كونديشن بتاعتك كلها حققتها، ايوه جبت كل الكونستنت جود انونز اللي عندك، ايوه تطلع ان النيو بتاعتك الديفليكشن بتاعتك هي 1 على اي اي، ما تنساش اللي انت بتجيبه ده كله هي مين؟ اي اي في الايه؟ في الديفليكشن، لو انا عايز الديفليكشن ده لوحده لازم اقسم الايكويشن كلها على اي اي، فتبقى ايكوال 1 على اي اي نيجاتيف دبليو اكس باور 5 على 120 ال بلس دبليو ال اكس باور 3 على 36 بلس 7 على 360 دبليو ال باور 3 اكس، دي الايكويشن بتاعت مين؟ الديفليكشن. وصلت لحد هنا جميل قوي. والله في الحقيقه مش ده اللي هو كان عايزه في السؤال، السؤال قال لحضرتك ايه؟ قال لحضرتك هات الماكسيمم ديفليكشن بكام؟ عشان اجيب الماكسيمم ديفليكشن انا لازم اعرف هو فين. يعني احنا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اشوف الماكسيمم ديفليكشن مثلا حصل عند ال ايكوال نص ولا ربع ولا حصل عند انهي ال؟ فانا هجيب الماكسيمم ديفليكشن حصل فين؟ وتعوض تشيل الاكس دي وتعوض المكان بتاع الماكسيمم ديفليكشن، ساعتها هتحسب مين؟ هتحسب الماكسيمم ديفليكشن بكام. طب انا هجيب المكان بتاع الماكسيمم ديفليكشن ده ازاي؟ لو انت عندك ايكويشن، الايكويشن دي عايز تجيب لها الماكسيمم او المينيمم، كنت بتعمل ايه؟ بتعمل لها انت ديريفاتيف وتساويه بمين؟
وتساويه بالزيرو. طب احنا ليه كنا بنعمل كده؟ لما تعمل ديريفاتيف لايكويشن، بص يا سيدي معايا حته ماس كده عشان تفهمها وافتكرها بقى عمرك. لو انا دلوقتي عندي ايكويشن بالمنظر ده، تمام، هتلاقي ان انت طول ما انت طالع، بص معايا السلوب بتاعك ماله، انت باصص لفوق، ده معناه ان شايف الحته دي السلوب بتاعك، اللي هي لو قلت الايكويشن دي، الايكويشن دي اكس مثلا، انت مثلا بترسم ايكويشن اكس سكوير، فهتلاقي ان السلوب بتاعك اللي هي الدريفاتيف بتاعك، لو انت عملت الدريفاتيف الايكويشن دي اللي هي الاثنين اكس، طول ما انت طالع كده الاثنين اكس دي هتكون ليها قيمه، ما عدا فين؟ ما عدا اعلى نقطه عندك. اعلى نقطه ايه اللي حصل؟ الكيرف بتاعك، عشان دي اعلى نقطه هتلاقي ان هو بدا يعمل حاجه بنسميها فلات اوت عشان ينزل تاني. فتعالى نعمل زوم على الحته دي كده، هتلاقي ان الحته دي زاويه الملايين بتاعتك اولموست بكام هنا؟ لو انت قربت خدت الحته كمان اللي جوه كمان واللي جواها كمان واللي جواها كمان، هتوصل في حته في الاخر لزاويه الملايين بتاعتها بكام؟ بزيرو. فعشان كده انا بجيب ان اعلى نقطه عندي هي اللي دايما زاويه ميلانها بكام؟ بزيرو. فلو انا جاي اعمل ايه هنا؟ اعمل، شايف الايكويشن دي، اعمل لها ديريفيتيف. تعالى نعمل ديريفيتيف للايكويشن دي. فوصلت هنا دبليو اكس باور 5 على كذا كذا كذا، عملت لها ديريفيتيف اهي، الدنيا فاهم زي الفل. طب انت لما عملت لها ديريفيتيف، سوي لي الديريفيتيف دي بالزيرو. لما تساوي الديريفيتيف دي بالزيرو، هات لي الاكس اللي حصل عندها الكلام ده فين. هتجيب لي ان الماكسيمم بتاعك مثلا حصل اوكر عند اكس، افترضنا مثلا طلعت ال على 2، اروح انا جاي معوض اكس ايكوال ال على 2 في الايكويشن الاساسيه اللي عندي، ساعتها هجيب اعلى قيمه بكام؟ ها، حد عنده سؤال؟ مش فاهم يا باشمهندس، معلش ممكن حد يجي تاني؟ تاني، انت دلوقتي جبت الايكويشن، جبت الايكويشن بتاعت، بص معايا نرجع كده تاني، تعالى فهم الاكزامبل اللي مرسوم قدامنا. جبت الايكويشن بتاعت الديفليكشن، يعني انت جبت المعادله اللي هترسم الخط اللي قدامك ده، ماشي تمام. انا دلوقتي مش هقعد احسب المعادله دي خط خط، نقطه نقطه. انا دايما اللي يهمني في المعادله دي مين؟ اكبر ديفليكشن بكام، واشوف هل اكبر ديفليكشن ده يهمني ولا ما يهمنيش. معايا في النقطه دي؟ انا دلوقتي اكبر ديفليكشن عندي اللي هو عند بوينت ايه اللي قدامك دي، بوينت اني بوينت بالنظر كده، اكبر ديفليكشن اني نقطه، نقطه بوينت ايه، بوينت ايه، صح. يبقى انا دلوقتي عايز احدد حاجتين، اكبر ديفليكشن فين اهو، اكتبها لك ايه بالعربي، وبكام، صح. مش ده اللي انت عايزه من كل الكلام اللي احنا قلناه ده؟ مش ده اللي يهمك؟ انا ما يهمنيش اصلا، انا مش هقعد ارسم الكيرف ده كله، اعمل بيه ايه؟ انا عايز حاجه بس من الكيرف ده، اكبر نقطه فين وقيمتها كام. طب احدد اكبر نقطه دي احددها ازاي؟ اروح انا للايكويشن بتاعه النيو، انا جبت ايكويشن خلاص الكيرف ده، اعمل لها ديريفيتيف، هعمل ايكويشن، هعمل ديريفيتيف للايكويشن دي، ماشي، وتساويه بالزيرو، هيطلع الاكس بتاعت الايكويشن دي بقيمه، شايف القيمه دي هنا في المساله اللي قدامي، يطلع الاكس دي بزيرو. يبقى اكبر قيمه عند اكس بزيرو اللي هي انهي نقطه؟ نقطه مين دي؟ نقطه ايه. فانت لما عملت الديريفاتيف وسويته بالزيرو، جاوبت على اول سؤال. اول سؤال ايه هو؟ حصلت فين اكبر نقطه، اكبر ديفليكشن ده حصل فين؟ طب السؤال الثاني قيمته بكام؟ مش انت عندك الايكويشن بتاعت الكيرف ده كله؟ لو انا اديتك اي اكس في الكيرف ده، تعرف تجيب لي قيمه الكيرف ده، الحته اللي هتنزلها دي بكام؟ صح. طب ايه رايك لما ارجع اعوض بقى في الايكويشن بتاعتي دي باكس ايكوال زيرو، عشان اجيب القيمه الكبيره دي عندي بكام؟ يعني هو انا عملها ديفرنشيشن مره، اجيب الاكس، عملها ديفرنشيشن، جبت الاكس، يبقى انت كده عرفت مين المكان، اخد المكان ده وعوض في الايكويشن الاساسيه اللي عندي اللي من غير ديفرينشيشن، هيطلع لك بقيمه، دي القيمه بتاعت الماكسيمم ديفليكشن. تمام، شكرا. ها، حد عنده سؤال تاني؟ عندك سؤال تاني اسال. الجزء ده زي ما انت شايف، احنا بنكمل على المومنت، خساره نخسر في درجات. جزء كويس عباره عن ايه؟ شويه ايكويشن، مهارات ماس، بعيدنا خالص عن الدش بتاع الاستريس، اعرف الم في شويه درجات حلوه. تمام.
اسأل في البوينت بي ليه اكس ايكوال ال بوينت بي هنا ولا عندي في المسألة اللي احنا بنحل فيها في المسألة في المسألة اللي بنحل بيها مالها عندي بوينت بي بوينت بي اكس ايكوال ال ليه بس بص اكس بتاعتك دي الكوورنيس بتاعت المسألة اللي انت بترسم حواليها بص معانا لما جيت اشتغل احنا دايما خدت الاكس بتاعي فين اول نقطة هنا فوانت ماشي كده عمال تحسب اكس فالنقطة دي الاكس بتاعتها بكام زيرو صح زيرو تمام انت فضلت ماشي 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 لحد ما وصلت لاخر نقطة عندك اخر نقطة عندك في المسألة هي مين هي البي الاكس بتاعتها هي مين هي كل المسافة دي اللي انت مشيتها اللي هي ايكوال كام المسافة دي ايكوال ال تمام تمام يعني الاكس فاريبل من الاخر الاكس فاريبل انت في الاخر بص معايا ارجع معايا كده دي ايه دي ايكويشن في اكس الاكس ده فاريبل طبعا تمام. مش انا جيت قلت لك ان احنا هنا عايز اوصل لدي دي ايكويشن في اكس برضه شايف دي كده ده مش قيمه ثابته دي ايكويشن مثلا طلعت 3 اكس سكوير زائد 2 اكس تعرف ترسم لي الايكويشن دي عشان ترسم الايكويشن دي بتعمل ايه بتقعد تعوض الاكس بتاعتك بارقام صح عشان تعرف ترسم الايكويشن بتاعتك لما ترسمها هيديك مين الشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده شايف الشكل ده الشكل اللي انت هترسمه بالايكويشن دي تمام هو انا افترضت بس ان الاكس هي المسافه بعد ما قطعنا فممكن نبقى المسافه دي من الاول خالص مش بعد ما قطعنا تمام كده ماشي مش واضح انا عملت انتجريشن مرتين بقى عملت انتجريشن مرتين عملت ايه عملت انتجريشن مرتين جالك 2 كونستانت بص معايا تمام كده عندك 2 كونستانت سي 1 في الاكس زائد سي 2 عايز اتخلص من الكونستانتات دي شايف دي كده جبت الباوندري بقى بالظبط استخدمت الباوندري عشان اجيب السي 1 بكام والسي 2 بكام جبتهم الايكويشن جاهزه عندك ولا لا جاهزه بص معايا شايف الايكويشن دي انا كده خلاص المفروض ان انا كده خلصت انا حسبت اهو دي الايكويشن بتاعه كل الديفليكشن في البي في اي مكان في البي دي الايكويشن بعد مرتين انتجريشن دي الايكويشن بعد مرتين الانتجريشن ودي الايكويشن بعد ما انا حسبت الكونستانت بكام بص معايا في شايف الايكويشن دي هي اول جزء فيها اهو هو صح المشكله كانت في مين السي 1 انا ما اعرفوش والسي 2 ما اعرفوش طلعت السي 2 بزيرو شلتها السي 1 طلع برقم حسبناه اهو فانا كده جبت مين جبت الايكويشن جاهزه ايه كامله ايه من مجاميعه جاهزه تمام مشكله دلوقتي انا مش عايز الايكويشن دي هعمل بيها ايه انا عايز منك سؤال شايف الايكويشن اللي قدامك دي قول لي الايكويشن دي الماكسيمم بتاعها فين وقيمته كام يعني انا بعد ما وصلت الايكويشن بتاعت الديفليكشن في سؤال كمان هو ساله لي المساله دي خلي بالك المساله دي طويله عشان كده السؤال ايه هو قال لي الايكويشن بتاعت الديفليكشن قول لي اكبر قيمه للديفليكشن فين وبكام فانا عشان اجيب اكبر قيمه فين عايز اجيب القيمه دي تحصل عند اكس كام عشان اعوض بيها في الايكويشن دي يعني انا دلوقتي شايف الايكويشن اللي قدامك دي الايكويشن دي بص فاليد الاكس دي فاليد من اول زيرو لحد ال لو انا جيت قلت لك دلوقتي بص يا سيد الماكسيمم عندك حصل عند ال ايكوال نص تعرف تحسب لي الديفليكشن عند ال ايكوال نص بكام هتعمل ايه قول الاكس ايكوال نص ايه هتشيل اكس وتحط مكانها ال على 2 صح الكلام صح. انا بقى في الاول قبل ما احسب بقى الحسبه دي عايز اجيب الديفليكشن ده الماكسيمم ده حصل فين فانا المعلومه اللي انا لسه قايلها لك اللي هي ال على 2 دي مش عندي عايز اجيبها الاول فهعمل ايه اروح انا للايكويشن اللي قدامك دي كلها اعمل دي ديريفاتيف وساويه بالزيرو اهو عملت له ديريفاتيف وساويته بالزيرو شايف الايكويشن دي تعرف تجيب لي الاكس بتاعت الايكويشن دي بكام خلي الكالكوليتر تحلها هجيب الاكس بكام طبعا هنا طبعا الكالكوليتر مش عارف تحلها انت عندك رموز المفروض ان انت ايه شويه ماس كده عشان تعرف توصل الاكس دي بكام في الامتحان طبعا هيجيب لك بارقام جبت الاكس دي بكام شايف الاكس دي الاكس دي هي المكان اللي عنده مين الماكسيمم اروح انا جاي ماسك الاكس دي معوض بيها في الايكويشن اللي فوق اجيب فيه. دي ماكسيمم بكام بص معايا تمام ها مين عنده سؤال تاني هو كنا احنا جبنا الاكس ازاي يعني حتى لو كانت برموز هنجيبها ازاي فين اللي برموز عندك دي هتروح انت فاهم شايف دي كده دي كده هتتقسم لمربعين واحد هنا اكس سكوير واخوه الناحيه الثانيه اكس سكوير
واحده فيهم ماينس واحده فيهم بلس فاهم، وهنا دي هتيجي برقم ودي هتيجي برقم تاني، وبعدين هتاخد كل مربع من دول تجيب له الاكسايه بتاعته وهكذا. لازم الاكس بتاعتك تطلع في انهي باوندريز، تطلع من زيرو لحد فين؟ ال ال الاكسات اللي تطلع فوق كده تشيلها، الاكسات اللي تطلع تحت كده تشيلها، ويطلع لك عندك في الاخر اكس هي واحده قديمه، هي دي الاكس هي اللي انت هتعوض بيها فين في الايكويشن بتاعك. تمام. بس هي مش هتيجي في الامتحان برموز خالص صح؟ مثالي صعب قوي يعني فاهم، رموز هتفك دي ازاي؟ فمحتاج يعني انا بسالك ستريس، احنا دخلنا حته ماس يعني ما هسهل عليك، هدالك على الاقل ارقام يعني، مش محتاج انت فاهم تقعد بقى تفك لي بقى اتنين فاهم اتنين براكتس في بعض وتقعد تضرب وتقعد تجمع، ملهاش لازمه يعني. صح كده تمام. حد عنده سؤال؟ عندنا مساله ثانيه يلا. تمام يا باشمهندس كده. طيب ناخد المساله الثانيه. بص يا سيدي، جيت في المساله الثانيه دي كانت 1225، قال لحضرتك ايه؟ قال لحضرتك في المساله اللي عندك دي، تعال نشيل دي، قال لك determine the elastic curve in terms of x1 and x2 coordinates and the deflection of nc of the overhang beam. البيم اللي قدامك ده EI is constant. عايز من حضرتك تجيب له، خلي بالك ان هنا الباوندري كونديشن هتكون مختلفة شوية، عايز من حضرتك هنا تجيب له ايه؟ تحسب له الايكويشن بتاعت الديفليكشن. وخلي بالك الايكويشن الديفليكشن هنا هو قال لك انها تطلع في x1 و x2، هو هنا من الاخر بيغششك بيقول لك خلي بالك ان انت هنا عندك كم قطعة؟ اتنين. فانا هنا عندي قطعتين، قطعه هنا وقطعه هنا. في الاول خالص قبل القطعات وقبل ما ارسم البندنج مومنت دياجرام، لازم في الاول خالص اجيب مين الرياكشن. فانا اروح انا جاي اعمل ايه؟ اروح انا جاي راسم، ادي الرسمه بتاعتي اهي، وبعدين اروح انا جاي راسم السبورت بتاعتي بالرياكشنات بكل حاجه. بوينت A دي عندها هنج سبورت، اتنين رياكشن AX و AY. بوينت B رولر سبورت، رياكشن واحد B Y. اروح انا جاي محول الديستريبيوتد لود لكونسنتريتد، قال لك ان الطول بتاعك هنا ده ال والطول الثاني ده ال على 2. طب انا دلوقتي عايز احول دي كده من ديستريبيوتد لكونسنتريتد، ايكوال اريا بتاعتك هتبقى ايكوال دبليو ال على 2 ومكانها فين؟ في النص. فدي كده بص معايا طلعت دبليو ال على 2 ومكانها في النص، فهنا دي بقت ربع ال ودي ربع ال، يعني المسافه دي كلها كانت نص ال. جميل قوي. هل انت قادر دلوقتي تحسب الرياكشن؟ طيب احنا هنعمل سكيب كده الحته دي بسرعه. حسبنا الرياكشن، طلعت البي واي ايكوال 5 دبليو ال على 8، طلعت الاي واي نيجاتيف دبليو على 8 ال. عندك اي واي وعندك بي واي، جميل. تقطع كام قطعه هنا؟ 2. ادي قطعه اولى قطعه ثانيه. ليه على لما اخد القطعه الاولى؟ نعم. ليه قطعتين بس؟ ليه قطعتين؟ لان انت شايف دي كده، دي كده لود مختلف، فانت طول ما انت ماشي هنا عندك بس اللود بتاع دي. اول لما انت دخلت بعد البي ظهر لك اللود اصلا بتاعت بي، وظهر لك الفورس بتاعت بي، وظهر لك مين؟ فورس فوق. ده معناه ان انت عندك متغيرات، كل متغيره قدامها لازم تظهر عندك ايكويشن جديده للام. مش ممكن يبقى ثلاث قطعات مثلا ولا حاجه؟ ممكن ايه؟ لا صح، ثلاث قطعات ولا صح؟ اقطع ثلاث قطعات هيطلع لك ان في قطعتين عندك هم هم. يعني انت هتقطع ايكويشن، حلو؟ الايكويشن دي مثلا المفروض ان هي فاليد من ال نص لحد ال ايكوال 1، انت هتطلع عندك اثنين ايكويشن هم هم، واحده فاليد من ال ايكوال نص لحد ال 3 ارباع، واحده فاليد من ال 3 ارباع لل 1، هم هم نفس الايكويشن. فانت كانك عملت ايه؟ هتضم الاثنين، انت بتضيع على نفسك وقت لسه خلاص. بس انا عرفت مين بس ان هم هم، او يعني ما قطعت قطعتين بس ليه؟ ايوه، ما انت لا يعني احنا دايما بنقطع قطعات جديده ما يحصل ايه؟ ما يحصل ديستربنس جديد. يعني انت لو عندك مساله بالمنظر ده كده، حلو، المساله دي كان فيها فاهم فورس هنا وفورس هنا وفورس هنا، المساله دي تقطع كام قطعه؟ اثنين، واحده هنا واحده هنا، لان انت ظهر عندك فورس مين؟ في النص جديده. طب افرض نفس المساله دي كانت بالمنظر ده، بص معايا ادي اهي، يعني انت بدل الفورس دي ما كانت كونسنتريتد بقت ديستريبيوتد، ادي هي نفس المساله ايه، الوادي عندك فورس ديستريبيوتد فوق ورياكشنات يمينك وشمالك، تقطع هنا كام قطعه؟ قطعه واحده، لان انت الفورس بتاعتك بدات من الاول البيم خالص وكملت فين؟ لاخره. يبقى انت بتشوف لما يظهر عندك ديستربنس جديده اللي هي فورس جديده
ساعتها بيضاف عندك ايكويشن جديده في مين؟ في المومنت. طب انا لو كملت طبعا. لو كملت البيم اللي هو فيه ديستريبيوتد ده وخليت فيه فورس من فوق، هيبقى فيه ثلاثة ولا برضه هما اتنين؟ او يعني في واحده كمان زياده، هتزيد كمان واحده زياده. يعني انت بتتكلم ان هنا كمان بقى فيه فورس هنا صح؟ مثلا. بعد ما كملنا البيم بشويه اه في فورس بعد كده، اه هتزيد واحده زياده، هتزيد واحده عندك فورس جديد. اه طبعا فورس جديد ده معناه المومنتات مختلفه تمام، لازم ادخل حسابات المومنتات الجديده دي. طيب نرجع لموضوعنا تاني. فاحنا هنا قلنا ان احنا عندي قطعتين، ادي القطعه الاولى وادي القطعه الثانيه. تعال نشوف يا سيدي القطعه الاولى بتاعت حضرتك ده معناه ايه. ده معناه ان انت هتظهر عندك اربعه unknowns ما شاء الله عليك، اتنين للايكويشن الاولى واتنين للايكويشن الثانيه. تعال نشوف هنعمل فيهم ايه، عشان دي مصايب. بص يا سيدي، فانا اروح انا جاي قاطع، ادي القطعه الاولى بتاعتي اهي، انا عندي جبت الرياكشنات بتاعتي خلاص. لما انا قطعت القطعه الاولى بتاعتي رميت النص اليمين وعندي نص الشمال، النص الشمال عندك الفورس دي ده بيقل على 8. المسافه دي اللي انا بمشيها دي انا طبعا مش هسميها اكس بس، لازم اسميها اكس ثانيه، فسميتها اكس 1، لازم احدد اكس 1. وعندك فورس ثانيه هنا اللي هي مين افكت القاطع ده، ظهر عندك فورس، ادي الشير فورس الانترنال لودز بتاعتك، وادي الام، هات الايكويشن بتاعت الام. فهنا عندك فورس واحده بس يتيمه اللي هي نيجاتيف دبليو ال على 8 في المسافه دي اكس 1، نيجاتيف الام بتاعتك ايكوال 0. من هنا جبت ان الام بكام، جبت الام بكام، اه العلاقه بين الام يا فندم والديفليكشن، انا عارف ان السكند ديريفاتيف بتاع الديفليكشن اي اي في السكند ديريفاتيف الديفليكشن ايكوال الام اللي هي ايكوال مين، نيجاتيف دبليو ال على 8 اكس 1. اعمل لي دي انتجريشن مره، لما اعملها انتجريشن مره تبقى الاي اي فيرست ديريفاتيف بتاع الانتجريشن ايكوال نيجاتيف دبليو، او تعمل دي انتجريشن مره هتزود باور على الاكس وتقسم على الباور الجديد، فتبقى نيجاتيف دبليو ال اكس 1 سكوير بقت سكوير اهي على الباور الجديد 2. 2 في 8 بكام؟ ب 16 زائد السي 1 او الكونستانت عندك، اعمل لها انتجريشن مره ثانيه، فتبقى الاي اي في النيو ديفليكشن بتاعتك ايكوال، هعمل انتجريشن دي كانت سكوير بقت ايه كيوب، ولازم اقسم على الديفليكشن الجديد 3 في 16 بكام؟ ب 48. فنيجاتيف دبليو ال اكس 1 باور 3 على 48 زائد اعمل انتجريشن للسي 1 بقت سي 1 اكس 1، ظهر لك كونستانت جديد اللي هو مين؟ السي 2. الايكويشن دي الديفليكشن دي اقدر احسبها منين؟ القطعه دي فاليد منين؟ من اول هنا لحد هنا اهو قبل ما الديستربنس الجديد يخلص. فدي من اول اكس 1 فاليد من اول 0 لحد مين؟ لحد ال. طب الايكويشن دي عشان تكمل، لا انا عارف سي 1 بكام ولا انا عارف سي 2 بكام، طب هعمل ايه؟ لا سيبها على جنب شويه، انت جبت دي كده خلاص شكرا ليك جدا، وقفها كده شويه وافضل فاكر ان انت الانونز بتاعتك انت لسه ما جبتهمش، اكس 1 انا ما جبتهاش واكس 2 انا ما جبتهاش. تعال نكمل القطعه الثانيه، القطعه الثانيه هقطع هنا. لما اقطع هنا ايه اللي هيحصل؟ عندك الفورس اللي في الاول زي ما هي اهي ماشي، المسافه بين هنا وهنا المسافه دي اللي هي كانت مين ما بين هنا وهنا ده هو كان مسميها ال في المساله صح. لما تقطع القطعه الثانيه ادي اكس 2، انت دلوقتي ماشي اكس 2، تعرف تجيب لي لما انت قطعت، بص معايا ادي قيمه اللود هنا دبليو. طب انا دلوقتي لما عايز احول اللود ده من ديستريبيوتد لكونسنتريتد هعمل ايه؟ المفروض ان انا بضرب في الاريا. طب الاريا بتاعتي هي مين؟ هي الدبليو، هي في الحته دي. تعرف تقول لي الحته دي دلوقتي بكام؟ والله المسافه من اول هنا لحد هنا دي اللي هي مين؟ اكس 2. انا عايز ادور على الحته دي، فالحته دي هتبقى مين؟ هي كل الاكس 2 ماينس مين؟ ماينس ال بتاعتي. فتبقى المسافه لما انت تحول من ديستريبيوتد الى كونسنتريتد هتبقى الفورس بتاعتك هي مين؟ هي دبليو في اكس 2 ماينس ال. حلو. تعالى بقى نحسب المومنت. فلما تيجي تحسب المومنت عندك هنا كام فورس؟ عندك واحد اثنين ثلاثة. على واحدة واحدة كده، أول فورس ال دبليو ال على 8، أنت طبعا واخد الاتجاه بتاعك البوستيف هو الكلوك وايز، فدي بتلف إيه؟ دي بتلف أنتي كلوك وايز، فخدت نيجاتيف. المسافة بينها وبين النقطة دي، أنا دلوقتي بحسب المومنت حوالين النقطة دي، المسافة بينهم اللي هي مين؟ إكس 2. حلو قوي، دي سهلة. زائد ليه زائد؟ دي هتلف كلوك وايز، الفورس الثانيه دي الكتكوته دي المسافه بينها وبين النقطه دي اللي احنا سميناها من شويه ايه؟ ما احنا لسه جايبينها من شويه، احنا سميناها من شويه مين؟ اكس 2 ماينس ال. فتبقى زائد
الفورس بتاعتك في المسافه اللي انت سميتها مين اكس 2 ناقص ال ناقص اللود بتاعك اللي فوق الفورس بتاعتك اللي فوق. فين الفورس بتاعتك اللي فوق؟ اهي دي الفورس بتاعتك اللي فوق. قيمه الفورس بس دبليو في اكس 2 ماينس ال ده قيمه الفورس. المسافه بكام؟ انا عايز دلوقتي اجيب المسافه من اول هنا لحد هنا تطلع ايه؟ ما انت جبت ان الحته دي كده الحته دي كده على بعض دي اللي هي اكس 2 ناقص ال. وانا عارف لو عندي لود ديستريبيوتد لود على شكل ريكتانجل الكونسنتريتد بيجي فين يا جماعه؟ دايما في النص. فالمسافه يمين قد المسافه شمال. لو المسافه دي على بعض احنا سميناها اكس 2 على ماينس ال، يبقى الواحده منهم اللي هي مين؟ اهي اكس 2 ماينس ال على 2 ماينس ام ايكوال 0. تطلع الام ودي لي كل ده او ودي ام دي الناحيه الثانيه، تطلع ام ايكوال ايه؟ بص معايا نيجاتيف دبليو ال على 8 اكس 2 زائد 5 على 8 دبليو ال اكس 2 ناقص ال ماينس دبليو على 2. عندك هنا ايه؟ خلي بالك اكس 2 على ال، وعندك هنا اكس 2 ماينس ال واكس 2 ماينس ال، فتبقى مين؟ اكس 2 ماينس ال سكوير، والاثنين دي حطيتها تحت الدبليو ال. طب الايكويشن اللي قدامك دي اعملها انتجريشن ازاي؟ دي ايكويشن فم كعبره قوي، فسيادتك محتاج تعمل لها شويه ماثيماتيكال تظبيطه تقعد تظبط فيها كده. فاروح انا جاي اعمل ايه؟ انا ظبطتها وهي يا فندم لحضرتك. فروحت انا جاي اعمل ايه؟ بدات افكها. فجيت انا هنا 5 على 8 دبليو ال مضروبه في مين؟ في اكس 2 ماينس 5 على 8 دبليو ال مضروبه في مين؟ في اللي هي كمان. فبقت ايه؟ بص معايا نزلت اول جزء نزل زي ما هو، الجزء الثاني 5 على 8 دبليو ال مضروبه في اكس 2، وبعدين عندك ايه؟ 5 على 8 دبليو ال مضروبه في نيجاتيف ال بره، فتبقى نيجاتيف 5 على 8 دبليو ال سكوير ماينس دبليو على 2. فك لي ايه؟ فك لي الكوز بتاعك ده، تعرف تفك ده؟ ايكوال ايه؟ ايكوال اكس 2 سكوير ماينس 2 اكس 2 في ال بلس ال ايه؟ ال سكوير. فاهو رحت انا جاي فكيت القوس الاخير بتاعك. جميل قوي. الخطوه اللي بعد كده اضرب له دبليو 2 جوه هنا، وبعدين جمع الحاجه اللي تتجمع مع بعض وشوف الدنيا في الاخر تطلع عامله ازاي. ففي الاخر خالص عرفت اوصل للايكويشن الجميله دي. بص معايا اهي دي الايكويشن بتاعت مين؟ دي مش ايكويشن الديفليكشن، اصحى دي ايكويشن الام. انت كل ده لسه في الام، انا بظبط الام عشان اعرف اعمل لها ديفرنشيه انتجريشن اوصل للديفليكشن. يبقى انا دلوقتي جبت الام، الام دي ليها كانت ايكوال مين؟ ايكوال اي في الاي في السكند ديريفاتيف بتاع 2 الديفليكشن. اعمل الايكويشن قدام حضرتك دي انتجريشن مرتين. ادي اول انتجريشن دبليو على 2 اكس 2 سكوير، لما تعملها انتجريشن تبقى دبليو على 2 اكس 2 كيوب على 3 تقسم على الديريفاتيف الجديد فبقت بكام؟ 6. دي اتضربت في 3 اللي وراه 3 على 2 دبليو ال اكس سكوير، فتبقى 3 على 2 دبليو ال اكس دي سوري اكس 2، فتبقى دبليو 3 على 2 دبليو ال اكس 2 سكوير على الديريفاتيف الجديد اللي هي تقسم في كام؟ تقسم على 2 فبقت كام؟ 4 ماينس 9 على 8 دبليو ال سكوير اكس 2 دي كانت كونستانت فنزل مكانها بس اكس 2 زائد الكونستانت بتاعي بتاع الديريفاتيف مين؟ سي 1. هتعمل الكلام ده ديريفاتيف مره ثانيه فتبقى ايه؟ بلس سي 1 اكس 2 بلس اكس 2. الايكويشن دي خلي بالك انت دلوقتي جبت كام ايكويشن؟ ادي ايكويشن اولى وادي ايكويشن ثانيه. الايكويشن الثانيه دي فاليد فين؟ في الجزء ده اللي هو مين؟ من اول اكس ايكوال ال لحد الحته دي اللي هي اكس ايكوال كام؟ 1.5 ال. بص معايا دي كانت ب ال ودي كانت ب ال على 2، فانا بحسب من هنا. فالحته الاولى فاليد من اول اكس ايكوال 0 لحد اكس ايكوال ال هنا. الثانيه فاليد من اول اكس ايكوال ال لحد اكس ايكوال ال ونص اللي هي فين؟ الحته الاخيره دي. عندك كام ايكويشن دلوقتي؟ 2. فيهم كام انون لسه ما جبناهمش؟ ما شاء الله كام واحد يا سيدي؟ 4 سي 1 سي 2 في الايكويشن الاولى وسي 1 سي 2 في الايكويشن الثانيه. ممكن عشان ما نتلخبطش سمي الكونست ده مثلا سمي ده سي 3، معلش عدلها خلي دي سي 3 وخلي دي كده سي 4 عشان لما نيجي نجيب نعرف احنا بنجيب انهي واحد فيهم. يبقى انا عندي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4، كام انون دول يا فندم؟ 4. انت محتاج كام باوندري كونديشن؟ 4. هتيجي ترجع للمساله بتاعتك، بص يا سيدي المساله الخبيثه بتاعتنا
هتيجي تقول لك المساله دي ليها كام سبورت؟ لا ارد عليها بدل ما دي كلكم نيجاتيف. 2 ليها كام سبورت؟ 2. واحنا عارفين ان عند كل سبورت اللي بيحصل ديفليكشن بكام؟ ديفليكشن بزيرو. حلو، ده معناه ان انت عندك كونديشن هنا وعندك كونديشن هنا، فهقدر اقول عند اكس ايكوال زيرو الديفليكشن بزيرو، صح؟ وعند اكس ايكوال ال الديفليكشن بكام؟ زيرو. دول كام؟ دول كام كام ايكويشن؟ 2. تعرف تجيب لي الاثنين ايكويشن كمان؟ في رايك هنجيبهم منين؟ ها هنجيبهم منين؟ ممكن اقول الايهاب ده الصراحه يعني قول من انا قطعت ممكن اعوض فيها. لا اللي هي الايكويشن الاولانيه. بص يا سيدي تعال نفترض ادي، بص عايزين ورقه فاضيه، تعالى دي نشيل الشخبطه اللي عندك. بص يا سيدي تعال نفترض ان الجزء الاولاني، لما تيجي ترسم الجزء الاولاني طلع شكله عامل كده، الحته الاولى ماشي، والجزء الثاني طلع شكله عامل كده، ايه اللي انت شايفه هنا؟ شايف المنطقه دي؟ ايه دي؟ مش دي المنطقه اللي هي الاثنين الكيرفين هيلمسوا فيها بعض؟ انا دلوقتي طلعت اثنين ايكويشن، هترسم الاولى وترسم الثانيه، مش الاثنين دول بيسلموا بعض عند اكس ايكوال كام؟ بص معايا دي خلصت عند اكس ايكوال ال، والثانيه بدات عند اكس ايكوال كام؟ ال. فعند اكس ايكوال ال لازم ديفليكشن الايكويشن الاولى تقول ايكوال ديفليكشن الايكويشن الثانيه، وزاويه ميلان الايكويشن الاولى لازم تبقى ايكوال زاويه ميلان الايكويشن الثانيه. فعند بوينت بي، بص معايا السلوب بتاعك، يبقى عند بوينت بي ايه اللي هيحصل؟ لازم ان اكس واحد تبقى ايكوال كام؟ اكس اتنين، اللي هي ايكوال كام؟ عند الكلام ده حصل فين؟ عند ال ال بتاعتك، عند اكس واحد ايكوال اكس اتنين عند ال ال، ايه اللي هيحصل هنا؟ الديفليكشن يكون ايكوال كام؟ زيرو. والسلوب بتاعك هيكون ايكوال كام؟ السلوب بتاع الايكويشن الاولى ايكوال سلوب الايكويشن الثانيه. ده معناه ان انا هعوض في الايكويشن بتاعتي عند بوينت ال، هلاقي ان ليه السلوب بتاع الديفرنشيشن بتاع الايكويشن الاولى وديفرنشيشن الايكويشن الثانيه ايكوال بعض. خلي بالك هنا صدفه في باوندريز كونديشن دخلت في بعض. ايه هي؟ بص معايا يا جماعه، انا هنا قلت الاثنين قابلوا بعض في نقطه مين؟ بي. بي نقطه بي، ونقطة B أصلا من الباوندرز الأولى الديفليكشن بتاعها لازم يطلع بكام؟ بزيرو. بالظبط. يبقى بص معايا ديفليكشن عند A بزيرو، بص الباوندري كونديشن بتوعنا، ركز معايا، ديفليكشن عند A بزيرو، ديفليكشن عند B بزيرو، ومفروض النقطة اللي الاتنين كيرف يقابلوا فيها بعض الديفليكشن بزيرو والديفليكشن بزيرو والإنكلاين أنجل بزيرو، هلاقي إن الاتنين أنجل قابلوا بعض فين؟ عند بوينت B. يبقى انا دلوقتي بص معايا كان انت قلت ان الديفليكشن عند بي ايكوال زيرو، وانت قلت ان الكيرف الاولاني اللي هي فاهم الديفليكشن بتاع الكيرف الاولاني ايكوال الديفليكشن بتاع الكيرف الثاني عند بوينت ايه؟ بي، اللي عندها الديفليكشن بكام؟ بزيرو. زيرو. فاهمين؟ فاحنا هنا صدفه في اتنين باوندري كونديشن دخلوا في بعض. كده كده في الاخر لازم يطلع عندك اربعة باوندري كونديشن عشان تقدر تحل الاربع unknowns اللي عندك. فبص معايا هنا طلعت عند x1، لما تعوض x1 وتعوض x2 بال اللي هي عند point 0، الاثنين دول عندهم مين؟ الديفليكشن بكام؟ بزيرو. ايه اللي حصل هنا؟ الاثنين ديفليكشن دخلوا في بعض. طب عند point b هيحصل ايه تاني؟ عندك السلوب بتاع الايكويشن الاولى ايكوال سلوب الايكويشن الثانيه، وتطلع دي في على دي اكس 1 دي اللي هي الايكويشن الاولى، ودي في على دي اكس 2 دي اللي هي الايكويشن الثانيه، السلوب بتاعهم ايكوال بعض. ليه بقى يا باشمهندس؟ ليه سلوب 1 ايكوال سلوب 2 بس؟ تاني بسرعه كده، مش الاثنين لازم يقابلوا بعض؟ يعني انت فاهم، رسمت كيرف كده، بص ادي الكيرف اهو، اخر نقطه في الكيرف هتلاقي اخر نقطه في الكيرف ظبطت نفسها عشان الكيرف اللي وراها يبدا. فشايف اخر نقطه دي؟ النقطه دي الانترسكشن دي، لو انا بصيت من يمين هي نفسها لازم تكون زاويتها من الشمال، ولا الاثنين ما يعرفوش يلمسوا بعض. تمام. يلا اربعة ايكويشن باربعة نونز، انا هسيبك تعيش فيهم لان انا بصراحة ما كنتش فاضي ان انا احلهم، انما انت في الامتحان يبقى وراك ايه؟ ما وراكش حاجة، اقعد عوض فيهم بقى من هنا للسنة الجاية. طبعا اعرف ان في الامتحان لازم تجيلك الحتة دي، جيلك بارقام، يا
لو جات لك برموز كده انا شخصيا ممكن اقعد فيه مثلا بتاع ربع ساعه عشان اقدر احل لك الرموز دي، اعوض بمين مع مين ومين راح فين ومين جه منين، فهي طويله جدا. باشمهندس ربع ساعه بالنسبه لي قليل الصراحه. لا يعني ما يعني قول يعني ساعه مثلا. لا لا ساعه ايه يا راجل، احنا فاهم حلنا مساله، حلنا مسالتين دول هم من فوق من اولهم من اخرهم في ساعه، ما تقولش كده. مين الفي؟ مين اللي بيتكلم وزعلان؟ الفي ولا مين؟ لا مش الفي، مش زعلان يعني، بس المسائل صعبه شويه. راجل ولا صعبه ولا حاجه يا باشمهندس، هم خمس دقايق بس، هم خمس دقايق تكون خلصانه صح يا كامل. خمس دقايق ولا بلاش يا ابني، بتاع السكشن ده بيتسجل.